التالت كان المحامي خالد علي يوم 11 يناير 2018 وفي مؤتمر صحفي في احد المقرات التي سمح له ان يعقد فيها هذا المؤتمر لانه ما عندوش يبدو مقرات. اعلن خالد علي في هذا المؤتمر ترشحه للانتخابات الرئاسية، ولم يكتفي بذلك ولكن قال انه انا هتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بالتوكيلات بتاعتي يوم 25 يناير بعد ما نستكملها يوم 24 يناير، وهذا التسليم سيكون في سلسلة بشرية من مقر حملتي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عشان نقول إحنا أولاد يناير وثورة يناير عادت إلى سيرتها الأولى. وطبعا أنا توقعت أنه أولاد يناير مش هيجمعوا 25 ألف توكيل، لا هيجمعوا 250 ألف توكيل قبل يوم 24 عشان خالد يحقق هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخه وفي تاريخ مصر طبعا، ويقدم التوكيلات يوم 25. خالد وهو بيعلن الترشح اهو، اسمعوه. اليوم هو الإعلان عن البدء في بناء حملتنا إداريا وتنظيميا من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الإعلان في هذا التوقيت كأحد المسارات المعبرة عن هذا النضال من أجل حقنا وحق بلادنا في انتخابات ديمقراطية سليمة. فإذن في لحظة أصبح عندنا يوم 11 يناير مرشح رئاسي اسمه هنا طالب ترشح اسمه خالد علي، وزي ما حضراتكم شفتوا بيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. بدأ يجمع توكيلاته. أولا هو رفض أنه يحصل على تزكيات من مجلس النواب، قال أنا يا جماعة مش هروح للنواب أخد منهم تزكية، رغم أنه في نواب متوافقين سياسيا وإيديولوجيا مع خالد. يعني ممكن يقولوا بس قالك لا احنا هنجيب توكيلات. وبدأت الناس تشتغل، فلقينا انه هذا المرشح غير قادر على جمع توكيلاته، فلجأ الى حيل كثيره جدا انه شماعه يقول لك والله بيدسوا عليا توكيلات، يعني بيدسوا عليا توكيلات وبيمنعوا المندوبين بتوعي من ان هم ياخدوا التوكيلات من الناس اللي حرروها في الشهر العقاري، وبيقبضوا على المندوبين بتوعي وكل ده، ولم يعلن مثلا خالد او حملته اسم مندوب من المندوبين اللي اتقبض عليهم مثلا.